مدرسي 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 كيف بحب المدرسي. تعال معايا. مرحبا معلمتي. اسرح شوف اغراضي وراح ندرس. مرحبا، رجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو بيحكي عن العودة للمدارس. يوهو! صراحة أنا كتير زهقت يعني من عطلة، فأنا كتير متحمسة ومبسوطة إنه رح نرجع على المدرسة. فحضرت طبعا شنطتي، رح أورجيكي شو فيها أغراض، خليكم معنا. وهاي هي شنطتي الحلوة، بس رح أفتحها أورجيكي أغراضي فيها. طبعا فيش حاجة جديدة، انتو كتير شنطات، مثلا الصف الأول، الصف الثاني، أنا صرت طالعة الصف الرابع. فهاي الشنطة تبعت الصف الأول يعني وبين جديدة، ففيش حاجة تجيبوا شنطات كتير. في عنا ثلاث طوابق بالشنطة، اللي هي أول طابق، ثاني طابق، ثالث طابق. رح نفتح أول طابق اللي هو في الكتب. في عندي كتب إنجليزي، موطن، مع علوم. في عندي بعدين مسطرة، رولر. في عندي دوسية عفرازة كتير كتير حلوة، واللي هي بتجي هيك تفتحها وتحط هون الأوراق وبتسكروا عليها في مغطى، تقدر تعمل هيك وهيك. هسا في عنا كتاب الرياضيات، كتاب العربية، ودفتر العلوم. في عندنا كمان دفتر الفنون، صراحة هذا درس المفضل الفنون. فإسا رح ننتقل للرف الثاني، خليكم معنا. إسا رح نفتح الطابق الثاني، وأول إشي يعني طبعا 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 في الدفاتر، حساب وعربي. في عندي اليوميات واللي هي اهم اشي عندي، يعني بكتب الوظائف، بكتب هون تكتب اسم الطالب، يعني اسم طبعا اللي تبعه، الصف، المدرسة، الشعبة، عنوان المدارس وهيك. وهون نكتب الحصص تبعتنا حسب الترتيب، يوم الاثنين، ثلاثة، أربع، خميس. هون نكتب يومياتنا، يعني إذا صار إشي معنا نكتبه. إذا المعلمة قالتنا نعمل وظيفة أو واجب بالبيت أو نطبع ورقة طبعا نكتب، يعني في عنا كل هون كل كتير صفحات. إسا رح نشوف كمان أشياء. هون عنا ألوان لحصة الفنون، كتير كتير حلوين صراحة، أنا كتير حبيتهم. بعدين نيجي لعند المقالم. السهور هاي المقلمة كتير كيوت وكتير حلوة، كتير عجبتني، هي على شكل قلم، وأنا حطت فيها هاي المقلمة colors، كتير كتير كيوت وحلوات، والمقلمة كيوت كمان يعني، فاشتريتها. المقلمة الثانية واللي هي فيها الأغراض الشخصية تبعت المدرسة، أول إشي فيها هذا واللي هو إذا كتبته بالحبر أو بإشي إذا غلطته فيك تمحو فيه. طبعا عندي أنا تنين منه، حط تنين منه إن شاء الله الاحتياطات، كتير مستعمل، واحد بهذا الشكل واحد بهذا الشكل. بعدين عنا لام الرصاص، كثير هذول احسن انواع. وعندنا بعدين قلم بحطوا فيه رصاصة زي هذول، اما هيك على شكل حبر. طلع بطلع شو اسم. عندنا قلم حبر
كتير كتير كيوت. ليش؟ فيه شكل حلو انك تفيه كبسة بتلفها وخليها تدور تهويها تطلع صوت كمان. اول حبر كتير كتير حبيته كيوت كيوت كيوت. طب خليك كمان اسا انتي بطل الف. الإشي الأروع مش الأروع يعني خليه دخليه لأخر. فعندنا هذول ورجيتكم إياهم لا الألم تحطيهم تحطهم هون ويصير يطلع هيك. بس عندنا جلو دبق بالعربي أو صمغ واللي هو بيجي هيك من فوق هيك للألوان مش للألوان للتلزيق. بس عندنا قلم حبر واللي هو قلم عادي بس في عنده محال يعني اذا غلطت او اشي فيش حاجة تستعمل هذا تستعمل المحال. في عندنا براي على شكل هذا الحجر بتعرفوه ايه طلع نمبر 2 نمبر 2 هيك. هاي البراي هون طبعا تفتحوها وهيك بتعرفوا هاي البرايات يلعبوا فيها. في عنا إسا محال على قلم ووو بدي اكتب فيه ايه لا بمحى مش انت. في عنا موزي على محال موزي 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 هاي البست محال اكتر محال حبيته واكتر غلط. طب فيك ايه من الموزي خلصت الموزي خلصت الموزي زاكي بمسح معاكم. هاي محاي بمحو فيها فيك تقليها فيك تحطيها كتير 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 حبيتها. اسا طبعا الطابق الثالث وهو طبعا زحنا غرابهم فيجو نحط فيه الزوادي كما انتو شايفين وهون نحط الاغراض الشخصية. حطيت الجزدان فيجو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس طوابق كتير كيوت كتير حلو كمان على إلسا شنو بحب إلسا كتير رح نسكره. هيك بتكون خلصت الشنطة. بس في كمان شغلة اللي هي نينت الماي كتير جديدة وكتير كيوت وكتير حلوة كتير بحبها كتير كيوت يعني تمام تكون مش ماي طلع محلاها. هسه راح اورجيكم وين بحطها. شايفين هاي الجيبة الصغيرة هاي بحطوا فيها انان الماي او اشي يعني شو بتحبوا. ف هيك خلصت الشنطة وهيك بنكون خلصنا الفيديو. لا تنسوا تحطوا لنا لايك سبسكرايب وشير. بس تكبسوا على السبسكرايب اكبسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اللي ما بيعرف شكل السبسكرايب واللايك هذا السبسكرايب وهذا اللايك. طيب نصيحة مني لكم ما تشتروا اشي على الفاضي اشتروا اشي والحاجات تبعتكم. طلع مثلا انا المقلمة شريتها مش كتير كبيرة ليش عشان ما حطيتش فيها اشياء حطيت جلو واللي هو كتير كتير محتاجه طبعا حطيت براي حطيت قلم حطيت محال حطيت قلم حبر حطيت هذا القيم الحبر حطينا اشياء اساسيات يعني مش حطينا مصاري ومصاري 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 على اشياء مش منيحة. وهيك بنكون خلصنا الفيديو قلنا هون سبسكرايب ولايك. Oh.